إلى سد الموصل. سد الموصل أليسو هو أكثر يعني هو سد صحيح وحجمه أصلا هو بجد حجم إحنا مكبرين شوية أكثر من حجمه. هو بجد سد الموصل، هو بجد سد الموصل، والهدف خزن لإنتاج الكهرباء. يعني هو ليس خزن لإنتاج شيء آخر، هو خزن لإنتاج الكهرباء. فهو لازم ينتج كهرباء، معناته لازم يمرر المي حتى يجيني، مو حتى يجيني وإنما لازم يمرر المي حتى ينتج كهرباء، حتى ينتج كهرباء. فهو لازم يطلع كمية محددة. كل ما يريد ينتج أكثر كهرباء لازم يمرر مي أكثر. توربينات كل ما تعطيها مي كل ما تفتر أكثر تعطي كهرباء أكثر. فبالأخير هو لح يوصل. عندنا مشروع واحد اللي إحنا نخاف منه ما بعد أليسو اللي هو مشروع الجزرة. هذا رح يسهل الكمية من المياه. دجلة طبعا مو 100% هو من تركيا، يعني 60% تقريبا 62% من تركيا، والباقي هو أكثر من يعني حوالي 35% من العراق، وجزء آخر يجينا من إيران، من حوض أنهر الزاب من إيران. السد الموصل يعني كنت أخذ طلابي سنة 86 87 88 بالجامعة التكنولوجية. كنت أنا أصلا مهندس ميكانيك، فكنت أخذهم أدرسهم، أخذهم خصوصا طلاب الصف الرابع. ف يعني هم زيارة، هم حفلة تخرج، هم شو تريد نسموها، فأخذهم هم أشوفهم سد الموصل لأن به هواية ميكانيك بتوربينات بجنريشن فهم يطلعون عليه. من ذاك الوقت سد الموصل إحنا نعرف الأساسات مالته، منطقة يعني طبقة جبسية وتحتاج إلى حقن بالإسمنت، وهذا معروف. يعني كان ست شركات اليوم أو خلال السنتين الماضية، هو فقط في فترة احتلال داعش للسد ما صار بحقن. يعني الشركة الإيطالية اللي جت تصلح سد الموصل ما سوى شيء، هي أيضا أجهزة حقن جديدة استخدمتها بالحقن، فهذا الحقن هو مستمر. صحيح هاي الشركة أخذت يعني مبالغ يعني تعتبر كبيرة قياسا لو إحنا نفذنا هذا الموضوع. اليوم إحنا دا ننفذ الموضوع، فالأرقام اللي تقول على كلفة تشغيل سد الموصل كبيرة، لا، اليوم إحنا دا نسويها بأيدي عراقية وبأجهزة إحنا مستورديها. هذا الخزين استراتيجي، يعني 10 مليارات أو 8 مليارات. أنا تكلمت مع الفريق المهندسين الأمريكي اللي هو دا يشرف على الموضوع، زائدا الشركة الإيطالية. لا، ماكو خوف. يعني هو نفس وضع السد اللي كان سنة 86 أول ما أنشأناه، أكو خوف من منطقة جبسية، إحنا مستمرين في الحقن. ولكن هذا الخزين، الإنسان قبل كل شيء، الإنسان قبل الفلوس وقبل كل شيء، يجب أن أمن داخليا هذا الماء، يجب أن أمن. أنا أختلف ويا أستاذ عزام ويا دكتور عزام بهذا الموضوع، أنه يجب أن داخليا ما دام عندي طاقة استيعابية حتى لو كلفني الأمن المائي. وهذه استراتيجية الأمن المائي تتطلب من عندي أن أحفظ قسم من هذه المياه في أرضي. ربما سؤال أخير دكتور عزام. شوف، المشكلة المائية في العراق مشكلة فنية أم سياسية؟ لا، هي يعني فنيا إحنا ما عندنا قصور. يعني حتى خزاناتنا لو يعني الأنهار تعمل بانتظام ودول الجوار تطلق مياه حصتنا. يعني أنا بس حتى يعني الإخوان الحضور كليتهم، يعني الأنهار خلقت قبل الحدود، فاللي ساكنين على هذه الأنهار لهم حق تاريخي وإنساني وفي كل المعايير. والآن المواثيق الدولية والأمم المتحدة وكل الاتفاقيات الدولية تنص على ذلك. نحن لنا حق، يجب أن نكسب هذا الحق بالعيني بلغاتي، لازم نكسب هذا الحق من خلال منظمات المجتمع المدني أو منظمات الدولية والأمم المتحدة. إحنا ممكن أن نكسب هذا الحق حتى لو تطلب وقتا. ومن مصلحة الدول إيران وتركيا أن تتعامل معنا بهذا النفس ومن الآن حتى إيران. يعني إيران في بعض المواقف كانت حقيقة أقسى علينا من تركيا، وأنا أقول هذا وأتحمل مسؤوليته. أقسى علينا رغم الـ 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 يعني أكو بعض التوافقات السياسية، ولكن كانت خصوصا البصرة. نعم، البصرة وأعلنها، البصرة لو لم يكن نهري القارون والكرخة مغلقة 100% لما صار ما صار في البصرة. نعم،
فلهذا احنا هاي البصره يجب ان نوفر لها انا اعطوني شويه وقت يجب ان نوفر لها المياه من كذا مصدر، ما اخليها بعد حبيسه شط العرب. بصره بالنسبه للبصره والبدائل، طبعا الحكومه خاله هذا في نظرها حقيقه، يعني احنا عندنا يعني البصره ليست بعيده عن البحر وهي مياهها حتى اذا صعد الانسان ملحي هو 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 مياه بحر، فعندنا عده وسائل حقيقه، واحد من عدن اللي تحليه مياه البحر. الموضوع الثاني احنا وصلنا او هو اصلا موصل من قبل هذه الحكومه عن طريق قناه البدع اللي يسموها، اللي هي ايصال مياه دجله بشكل مباشر الى البصره من نهايات نهر الغراف، واللي قمنا عليه احد الاخوان قال لي مشاريعكم في تعظيم، يعني في واحد انجزنا يعني اعاده تكتيف وتصليح هذا النهر، واليوم عندنا مشروع اخر جديد على هذا النهر ايضا، لان عندنا في منطقه من مناطقه اللي دائما يصير بها تخسفات ويصير تهريب بها الماء، ايضا نحن نقيم عليها مشروع جديد نحن نبطن هذا بمواد مختلفة قد تكون بلاستيكية أو كونكريتية. مشروع آخر وياها جاي هسه تقوم به أيضا محافظة البصرة، مشروع مد أنبوب بطول حوالي 62 كيلومتر موازي لمشروع البدعة أيضا للبصرة. عندنا مشروع إروائي أيضا أنجز هذا النهر أنجز ووصل مو بس للبصرة وإنما وصل للفاو، وهذا يشيل حوالي 30 متر مكعب من الماء ايضا من نهر دجله. فعندنا بالنسبه للاستاذ اخويا وزميلي عندنا مشاريع، وعندنا مشاريع طبعا تحليه مياه البحر، وايضا عندي مشروع ضام ايضا بعد ان استخدم بعض المياه الجوفيه اللي تفضل بها الاستاذ ايضا لتعزيز الامن الاستراتيجي لمياه المواطنين للبصره ايضا باستخدام هذه المنطقه، خصوصا عندنا في منطقه الزبير في حوض مهم من المياه الجوفيه كبير جدا ان شاء الله لن ينضب، وهذا نقدر احنا ايضا نستغله في تغذيه البصره. فالاستاذ عندنا ان شاء الله مشاريع خاليه في بالنا، وان شاء الله البصره في امان. ما راح نشهد خصومات بين المحافظات الديوانيه والسماوه والحله ايضا للسماوه والناصريه؟ السماوه بالذات يعني والناصريه هم في ذنائب نهر الفرات ايضا يصلهم الماء حقيقه بشكل يعني نوعيه يعني سيئه، ايضا ان عندنا مشاريع لهم في ايصال المياه وتغذيتها بمياه اخرى من اراضي العراق ان شاء الله للمواطنين. اللسان الملحي طبعا اكو نظريتين حتى تعالج اللسان الملحي، اما برفده بكميه محدده من المياه يعني ما تتجاوز 50 متر مكعب بالثانيه، هذا المياه لو كانت مطلقة من 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 نهر القارون ونهر الكرخة من إيران، زائدا ما يجينا من القليل من نهر دجلة خصوصا العام الماضي هي كانت أيضا شحيحة على تركيا وإيران، لو نعطي 50 متر مكعب إلى شط العرب يبقى شط العرب نظيف. وهناك دراسة أخرى أن ننشئ سد، هذا السد في دراسات وفي آراء يعني متضاربة كبيرة، لازلنا في مرحلة دراستها. طيب. بس احنا نطمئن اهل البصره من السنه الجايه والقادمه ان شاء الله هم